ليست لديهم القدرة القدرة على تمثيل أنفسهم بأنفسهم. إذن هذا هو اللي يجعل كاستينج يعني كفيلم متكامل عنده واحد رؤية خاصة. ويعني هذه ثالث حاجة اللي أعطتها لجنة التحكيم الأهمية هي وجهة نظر خاصة للشخص المعاق، يعني أنه يمثل الشخص المعاق يتحدث عن الإعاقة ولكن كذلك له نظراته الخاصة للسينما وهي اللي يعني دارت هذاك الفارق وعطات يعني اللي بحال لما نقولوا ان كسرات هذاك عدم الامكانيات اللي كاينه في الانتاج الى اخره. فهاد النظره الخاصه وهاد الطابع الخاص هو اللي عطى القوه لهذا الفيلم، وكنتمنى باش يكون قدوه للمخرجين شباب في وضعيه اعاقه او في غير وضعيه اعاقه باش يعطينا واحد النوع ديال ما نسميه بالفيلم دامج او السينما الدامجة. يعني سينما اللي دامجة لم نحيت تيمة ديال الافلام ديالها، دامجة لم نحيت المشاركة ديال الاشخاص في وضعية اعاقة داخل الفريق، لم نحيت التمثيل ولم نحيت الجانب التقني ولم نحيت كتابة صغاله، ودامجة كذلك اللي تكون يعني تصل الى يعني جميع انواع الجمهور بمختلف فئاته بما في ذلك الاشخاص اللي هم عندهم الصمام او الاشخاص اللي ضعاف البصر. فهادو كلهم الافلام ديالنا خصها تكون ولوجه لهم باش اي فيلم نشوفوه. احنا المغاربه عندنا في الاحصائيات الرسميه 7% ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، فخصنا نشوفوا في الفيلم في لا من ناحيه ديال الفريق ديال التمثيل ولا التقنيين الى اخره، وكذلك من ناحيه الجمهور. السينما اللي ما يكونش فيها في واحد الفيلم تيشوفوا شخص اللي عنده ضعيف البصر وشخص اللي عنده صمام